انا معاه انتخابات جديده في المغرب. وعلاش السبب يعني؟ حيت الحكومه لحد الان باقي ما دارت حتى شي حاجه. ما ظنيتش انا غنشوفوا الانتخابات مره اخرى في المغرب، لانه صعيب يعني صعيب باش تعاود عاوتاني انتخابات برلمانيه من جديد، يعني كتكلف حتى الدوله ميزانيه، كاين واحد ميزانيه كبيره باش غيتعاودوا هاد الانتخابات، وان شاء الله ما يكون غير الخير. ما كنظنش نشوف شي انتخابات جديده، لان بمقارنه انا والراي ديالي الميزانيه ما كتسمحش. البلوكاج ما غاديش يستمر، البلوكاج ما يستمر، ان شاء الله يفرجها مولانا ان شاء الله. شي سياسه هكا دايره، سياسه لا بد ما غنلعب عليك وتلعب عليا. الحل في نظري انهم يحترموا الراي ديال، يحترموا الراي ديال الشعب، ان الشعب هضر في الانتخابات ديالو، يعني اختار حزب يخليهم يتحملوا، يتحمل المسؤوليه ديالو هذا الحزب اللي اختاره الشعب، يتحمل المسؤوليه ياخذوا بالراي ديالو على حسب المعطيات اللي كاينه والبلوكاج اللي كاين ديال الحكومه ديال المكيان. يمكن لنا نشوفوا انتخابات جديده سابقه لاوانها. علاش الناس سميتو كاين بلوكاج ديال الحكومه، ما بغاوش يشكل الحكومه سي اخ النص الله يهديه، فهمتي؟ و سميتو اذا الا ما توصلش الحل هو اعاده الانتخابات. من الستينات الى يومنا هذا ما كاين حتى شي تغيير، التغيير ما كاينش، كما تنصوتوا على السيد المنتخب كي هذا العام كي العام الثاني ما كاين حتى حاجه، وخا تكون الانتخابات ديال السنه الانتخابات الجايه راه ما فيها حتى حاجه، هي الا ما كان الا ما تشكلش الحكومه خص سيدنا يشوف سميتو الدستور باين، فهمتي؟ مسائل الدستور ماده 42 مسائل باينه، فهمتي؟ مسائل باينه، سيدنا سميتو هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديال البلاد، هو اللي خصو يتدخل. بالنسبه للاستاذ بن كيران عنده الاغلبيه ديالهم، تيقول ما يمكنش انا نحيد من رئاسه الحكومه ويجي واحد اخر، لان هو مشبت بالاغلبيه ديالو ديال الحكومه. التشكيله ديال العائط اللي كاين هو بانه الاتحاد الاشتراكي تيقول انا خصني ندخل معك ثاني في التيار، هو تيقول كلا، ولكن تبقى الرأي لسيدنا. ما كنظنش بلي غادي تكون انتخابات في المغرب، لان انا كنظن بالنسبه لي انا كنشوف على السي رئيس الحكومه المعين عبد الاله بن كيران قادر على باش يفك هذه الشفره هذه. ما نظنش ان الانتخابات غادي تعاود، لان بن كيران يعني متشبت بالهرم ديال متشبت بالهرم ديال تشكيل الحكومه، وتنظن انه في عن قريب غادي يدير واحد التحالف رغم انه ما يكونش مرضي للطرفين. شحال من اداره دابا كتلقى مثلا فيها مشاكل بالسبب ديالو هو البلوكاج هذا اللي كاين، ولكن ما المواطن المغربي تبارك الله دابا الحمد لله مواطن واعي، وتا الشباب اللي كاين دابا واعي وعارف شنو كاين، الحمد لله الامور غادي تكون من حسن الى احسن.